أهلا بكم مشاهدينا ومشاهدي ميساك نيوز في جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، نبدأها مع حضراتكم بأهم العناوين. اللجنة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا تصدر تقريرها بشأن تحويل مجرى النيل الأزرق. مجلس الوزراء يؤكد أن بدء إجراءات إنشاء سد النهضة لا يعني موافقة مصر على المشروع. الرئيس مرسي يفتتح مؤتمر ومعرض الجمعيات الأهلية بعنوان تكامل ويؤكد أهمية دور المجتمع المدني في التنمية. وننتقل إلى التفاصيل. قال السفير المصري لدى إثيوبيا محمد إدريس إن مصر دولة كبيرة وشعبها لا يستهان به ولا يمكن فرض أمر واقع عليها، وشدد إدريس على أن مصر قادرة على الحفاظ على مصالح شعبها، مشيرا إلى أن إثيوبيا أكدت إدراكها التام لمصالح مصر المائية ولن تقدم على المساس بها. من ناحية أخرى، وصل إلى القاهرة صباح اليوم وزير الموارد المائية السوداني قادما من الخرطوم في زيارة تستغرق يوما واحدا، يلتقي خلالها عددا من المسؤولين لمناقشة أزمة سد النهضة. وفي نفس السياق، تصدر اللجنة الثلاثية المكونة من مصر والسودان وإثيوبيا تقريرها اليوم بشأن تحويل مجرى النيل الأزرق ضمن عمليات مشروع إنشاء سد النهضة الإثيوبي، ومن المقرر أن يتم إعلان الموقف المصري من مشروع السد عقب إطلاع الجهات الرسمية على التقرير. من جانبه، أولى مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم اهتماما خاصا بمسألة قيام إثيوبيا ببدء إجراءات تحويل مجرى النيل الأزرق في إطار مشروع بناء سد النهضة، وأكد المجلس أن بدء إجراءات الإنشاء لا تعني موافقة مصر على إنشاء سد النهضة، وأوضح المجلس أن مصر ستنتظر ما تسفر عنه أعمال اللجنة الثلاثية والتي من المتوقع أن ترفع تقريرها خلال أيام، مع التأكيد أن مصر لن تقبل بأي مشروع يؤثر بالسلب على التدفقات المائية الحالية. افتتح الرئيس محمد مرسي مؤتمر ومعرض الجمعيات الأهلية بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات تحت عنوان تكامل بمشاركة أكثر من 250 جمعية ومؤسسة تنموية وخيرية، وألقى الرئيس كلمة أكد فيها أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في مشاريع التنمية وسبل تنمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني وأجهزة الدولة بما في ذلك القطاع الخاص والإعلام. واختتم مرسي كلمته معلنا تقدمه إلى مجلس الشورى بأول مشروع لقانون المنظمات الأهلية غير الحكومية لتمكين المجتمع المدني. يقدمه رئيس الجمهورية في ظل الدستور الجديد، وهو مشروع قانون المنظمات الأهلية غير الحكومية، مستخدما حقي الدستوري في تقديم مشروعات القوانين، ويشرفني أن يختص هذا المشروع بالقانون بتمكين المجتمع المدني، لأؤكد بهذا المشروع أن الدولة لن تمارس التخوين أو التضييق على مؤسسات العمل المدني والمجتمع طالما أنها تعمل لخدمة أبناء الوطن، وكلنا ثقة وإيمان في جهد العاملين بتلك المؤسسات ونبل أهدافهم، كما أن الدولة تدعم الانفتاح على الآخر والتعاون المبني على احترام القانون وقيم ومبادئ المجتمع المصري، ونرحب بمبادرات ودعم الدول الصديقة لبرامج التنمية المجتمعية الوطنية من خلال مكاتبها التي يضم كثير منها مواطنين مصريين نثق في صدق انتمائهم لمصر.
وإلى البورصة المصرية والتي أنهت تعاملاتها اليوم على تراجع جماعي لمؤشراتها الأربعة، ليخسر رأس مالها السوقي نحو 3,600,000,000 جنيه. وعلى صعيد حركة المؤشرات القياسية، تراجع المؤشر الرئيسي EJX30 بنسبة 1.29%، فيما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EJX50 بنسبة 0.88%. كما شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EJX70 تراجعا بنسبة 1.33%. وإلى الأزمة السورية، دعا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للعنف بالبلاد. جاء ذلك خلال جلسة طارئة للمجلس خصصت لمناقشة مشروع قرار يدين التدخل الأجنبي في سوريا، حيث نددت الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة حزب الله اللبناني في المعارك الدائرة بمدينة القصير، وأعربت مندوبتها في المجلس عن قلقها إزاء ما وصفته بتزايد العنف الطائفي في سوريا، فيما نفى نظيرها السوري فيصل الحموي وقوع أي مجازر في القصير، معتبرا أن مشروع القرار يحمل لغة تحريضية ضد بلاده. وميدانيا، وفي تطور غير مسبوق، هدد الجيش السوري الحر بنقل المعركة إلى داخل الأراضي اللبنانية ردا على تورط ميليشيات حزب الله اللبناني في المعارك الدائرة في القصير وريف دمشق. من جانبه، طالب العقيد عبد الجبار العكيدي قائد المجلس العسكري الثوري الحكومة اللبنانية بالسيطرة على ميليشيات حزب الله، وتعهد العكيدي بمواصلة القتال في حمص وعدم التخلي عنها لقوات النظام وحزب الله، مؤكدا الدفع بتعزيزات عسكرية إلى القصير. وإلى الأوضاع في الأراضي المحتلة، حيث شن الجيش الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت عددا من كوادر حركة حماس بمخيم بلاطة ومنطقة الجبل الشمالي بالمدينة، أسفر عنها اعتقال 6 أشخاص. في سياق آخر، قال مصدر أمني فلسطيني إن مستوطنين إسرائيليين في منطقة الأغوار أقدموا اليوم على إحراق 4 مركبات تعود إلى مواطنين فلسطينيين، وذلك في ظل وجود حراسة من الجيش الإسرائيلي الذي أخر وصول سيارة الدفاع المدني أثناء توجهها إلى مكان الحريق. وإلى العراق، والذي يشهد مؤخرا تزايدا واضحا في معدلات العنف، حيث قتل اليوم 13 شخصا على الأقل وأصيب 44 آخرين جراء انفجار عبوتين ناسفتين جنوبي بغداد. يأتي ذلك بعد مقتل ما لا يقل عن 130 شخصا في يومين من العنف بالعاصمة العراقية. وفي أعقاب تلك الموجة من التفجيرات، تعهد رئيس الوزراء العراقي نور المالكي بالتصدي للمسلحين، مؤكدا أنه سيلاحق من أسماهم السعين إلى إشعال حرب أهلية. وإلى شبه الجزيرة الكورية، حيث دعت بيونغ يونغ لمعاهدة سلام رسمية بغرض تعزيز الاستقرار في شبه الجزيرة بدلا من الهدنة الموقعة بعد نهاية الحرب الكورية. من جانبها، ذكرت وسائل إعلام كورية شمالية أن بيونغ يونغ دعت كوريا الجنوبية إلى استبدال الهدنة التي أنهت 3 أعوام من الصراع في شبه الجزيرة الكورية في يوليو من العام 1935. رياضيا، وفي الدور العام، حيث حول النادي الأهلي تأخره أمام غزل المحلة أمس إلى فوز بهدفين لهدف في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع العاشر. وتقدم رائد منسي لغزل المحلة في الدقيقة 40 قبل أن يتعادل وليد سليمان للأهلي في الدقيقة 86، ثم منح عمرو جمال التقدم للأحمر في الدقيقة 89. وبهذا الفوز المستحق، يصل رصيد الأهلي إلى 36 نقطة في المركز الأول، بينما يظل المحلة في المركز الأخير ب10 نقاط.
وفي مباراة أخرى مؤجلة من الأسبوع 15 للمجموعة الأولى من دور الشهداء اقتنص إنبي 3 نقاط غالية من مضيفه حرس الحدود بعدما تمكن من الفوز عليه 3 أهداف لهدفين، وبهذا الفوز يقترب إنبي من التأهل للمربع الذهبي للبطولة برفقة الأهلي المتصدر بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة وبفارق 3 نقاط عن سموحة صاحب المركز الثالث. ويحتاج إنبي إلى التعادل بأي نتيجة في مباراة الأسبوع الأخير عندما يحل ضيفا على الجونة دون النظر إلى نتيجة سموحة في الأسبوع نفسه أمام وادي دجلة. وفي بطولة كأس مصر تستكمل اليوم منافسات دور 32 بإقامة 4 مباريات قوية، حيث يلتقي حاليا طنطا مع مركز شباب مغاغة على ملعب الشرقية للدخان بالعمرانية، والفائز من تلك المواجهة يصطدم بالزمالك في دور 16، كما يخوض الآن بتروجيت مواجهة سهلة نسبيا أمام كيما أسوان بملعب الجونة في الغردقة، في حين يلتقي في 6 مساء فريقا الجونة والنصر على ملعب الترسانة، وأخيرا وفي نفس التوقيت يلتقي طلائع الجيش بترول أسيوط بملعب السلام في التجمع الخامس. وإلى النشرة الجوية والتي نستعرض خلالها أحوال الطقس غدا كما يتوقعها خبراء الأرصاد الجوية، حيث تنخفض درجات الحرارة على شمالي البلاد حتى القاهرة ليسود طقس لطيف على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، وحركة الرياح تكون أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على البحر المتوسط ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك. وإلى حضراتكم بيان بدرجات الحرارة الصغرى متوقعة الليلة والعظمى غدا على مختلف أنحاء الجمهورية. في القاهرة الصغرى 26، العظمى 36، وادي النطرون 21-29، الإسكندرية 24-30، مطروح 22-27، طنطا 26-36، المنصورة 20-39، دمياط 24-30، بورسعيد 25-31، الإسماعيلية 25-37، السويس 26-37، سانت كاترين 18-33، شرم الشيخ 26-42، الغردقة 25-41، المنيا 26-42، أسيوط 25-42، سوهاج 25-43، قنا 26-44، الأقصر 26-44، وأخيرا في أسوان الصغرى 26، العظمى 45. مشاهدينا، قدمنا لحضراتكم جولتنا الإخبارية اليومية، نشكركم ونلقاكم بكل خير. هذا البرنامج برعاية